وحول هذا الموضوع يسرنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف سعادة المحامية دلال الزايد عضو مجلس الشورى. أهلا بك أستاذة دلال في نشرة الثالثة. كيف ترين نسبة مشاركة المرأة في انتخابات هذا العام سواء في من ناحية الترشح أو التصويت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية يعني اسمح لنا نهنئ صاحب الجلالة المعظم وولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأنفسنا أيضا كمواطنين على النتائج الغير مسبوقة سواء في الانتخابات النيابية والبلدية من حيث الأعداد وحجم المشاركة وسير العملية الانتخابية السليمة التي اتسمت فعلا بالنزاهة والشفافية. ورجوعا لسؤالك، نحن فخورين فعلا بمشاركة المرأة الفاعلة سواء كمرشحة وناخبة على المستوى الوطني، ويمكن تابعنا الأصداء من خارج البحرين إن هي فعلا هذه منافسة تمت ما بين الرجال والنساء قائمة على الاحترام والمنافسة والالتزام بقواعد العملية الانتخابية. مشاركة المرأة جاءت أيضا بمبادرة ذاتية لممارسة حقوق دستورية وإنفاذ مبدأ السيادة الشعبية، حرص المرأة البحرينية على المشاركة في الشأن في الحياة العامة. وهذا طبعا لو رجعنا تاريخيا من حيث الانتخابات بدءا في من 1926 لوجدنا منبع هذه الروح وثقة المجتمع البحريني والإرادة السياسية فيها. بالنسبة طبعا جدا ممتاز ما تم رصده من نسبة المرشحات النيابي أو البلدي الفوز منهم من أول جولة. الأعداد أيضا النساء اللي راح إن شاء الله يخوضون الجولة الإعادة وبخاصة بالنيابي كتسع نساء، فهذه أيضا من المؤشرات اللي أول مرة تحدث من حيث إعادة الانتخاب. قالبيتهم أيضا من المترشحات لأول مرة، وهذا طبعا يثبت تماما أن هذه النسبة لها وصلت حتى وفق نظام انتخابي حر. لا يوجد أي نظام منح أي امتيازات مثل بعض الدول التي تأخذ بنظام الكوتا، وهذا يحسب للمرأة البحرينية باعتبار أنها ارتكنت للقانون، ارتكنت لأحكام الدستور في هذا الجانب، والآن هي تخضع لثقة المجتمع اللي فعلا أثبتت هذه النتائج تواجدها وتوافرها. وكمؤشر بارز الآن هي تخضع لمبدأ التنافسية ما بينها وما بين أخيها الرجل القائمة على اختيار الناخبين. أيضا ختاما حبيت بس أبين جزئية إن حتى لو لم يحالفهم الحظ في الجولة الثانية، وإن شاء الله نتمنى للأكفأ هو الوصول، ولكن على الأقل تكون المرأة قد كونت قاعدة انتخابية تعمل عليها في دورات مقبلة بما يخدم إن شاء الله الوطن. نعم، شكرا لك سعادة المحامية دلال الزايد عضو مجلس الشورى، شكرا على هذه المداخلة.